من زمان قريت رواية عنوانها يا عزيزي كلنا فاسدون وحبيتها. بتحكي الرواية عن مدينة عادية فيها طبقة حاكمة وفيها شعب، وللصدفة أهل هالمدينة بيلاقوا فيها ذهب. الرواية بتقول إنه الطبقة الحاكمة بلشت تنهب الذهب والناس كانت عارفة وساكتة لحدود ما الناس جاعت، ولما بلشت الاعتراضات وصارت الناس بالشوارع فكرت الطبقة الحاكمة توزع ذهب على الناس، بس لسوء الحظ كان الذهب خلص. قامت ثورة وأهل المدينة قتلوا بعضهم وضل الذهب على الأرض. بتسأل الرواية وين كانوا الناس هن وعم بيشوفوا حكامهم عم يسرقوا الذهب؟ ليش ما تحركوا يومها؟ كانت الطبقة الحاكمة عم بتشغل الناس يتقاتلوا مع بعضهم كل ما لقيوا ذهب جديد، والسرقة ماشي، ليش الناس ما حكيوا من الأول؟ بتقول الرواية إنه هيدا هو الفساد. قديشنا منشبه أهل هيك المدينة. إجا الوقت نبكي كالنساء ملكا ضائعا لم نحافظ عليه كالرجال. هذا رأيي، فكر فيها.